مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. ما معنى حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر؟ معناه واضح أنه لا يجوز للإنسان أن يعتقد أن العدوى أن المرض ينتقل بنفسه. ما يجوز أن يعتقد أن المرض ينتقل بنفسه، وإنما ينتقل بأمر الله سبحانه وتعالى، فيتوكل على الله ويدعو الله، وأيضا يبتعد عن مواطن المرض المعدي، قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ونهى أن يورد ممرض على مصح، وإذا حدث الطاعون في بلد وهو فيه لا يخرج، وإذا كان خارج البلد لا يقدم عليه. كل هذا من الوقاية، كل هذا من الوقاية، فالعدوى موجودة ولكنها بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.